النهاردة نتكلم على برضو موضوع جديد وغريب اسمه الطباعة ثلاثية الأبعاد أو 3D وأحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. هنتكلم على استخداماتها، هنحاول نجمع الموضوع بالنسبة للطب وبالنسبة للصيدلة. العنوان اسمه الطباعة الثلاثية الأبعاد في الطب، أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. موضوع جميل وشيق. بيتكلم في الأول بيقول إن الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب التقنية ثورية بتفتح آفاقا جديدا في الرعاية الصحية، بتمكن هذه التكنولوجيا الأطباء والمهندسين من إنشاء حلول متخصصة لمشاكل طبية معقدة، مما يعزز الفعالية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالعلاجات التقليدية. الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب بتستخدم في مجموعة من التطبيقات، مما في ذلك إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لأعضاء بشرية وهياكل عظمية، ممكن تستخدم الطلبة يدرسوا عليها، إنشاء أطراف صناعية وأجهزة طبية أخرى، طباعة الأدوية وعلاج الأمراض، وده موضوع غريب هنقول تفصيله. في الأول بنتكلم تعريف على هذا الموضوع، إن الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب تعتمد على إنشاء أجسام ثلاثية الأبعاد من مواد مختلفة مثل البلاستيك، المعادن أو حتى خلايا حية. تستخدم هذه التقنية طبقات متتالية من المادة وبتوضع واحدة فوق الأخرى لتكوين الشكل المطلوب. بتمكن هذه العملية من إنتاج الأجهزة الطبية الدقيقة ومخصصة بشكل دقيق لإحتياجات المريض الفردية. بيتكلم هنا على إنشاء نماذج لثلاثية الأبعاد لأعضاء بشرية والهياكل العظمية. تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية والهياكل العظمية لمجموعة متنوعة من الأغراض. أما بيعملوا نموذج وهننشر شكل النموذج لإيد. إيه بقى فكرة أو فايدة عمل هذه النماذج؟ التدريب الطبي، يمكن استخدام هذه النماذج لتدريب الطلاب والأطباء على العمليات الجراحية والإجراءات الطبية الأخرى. يعمل نموذج مثلا لإنسان أو عضو في إنسان ويخلي الطالب أو الطبيب يتدرب عليه. تخطيط العمليات الجراحية، يمكن استخدام هذه النماذج لمساعدة الجراحين على تخطيط عملياتهم بشكل أكثر دقة، يقدر يجربوا على النماذج دي الأول قبل عمل العملية، بالأخص لما تكون عملية لسه حديثة. تشخيص الأمراض، ممكن استخدام هذه النماذج لمساعدة الأطباء على تشخيص الأمراض بشكل أكثر دقة. طيب لو جينا نشوف تطبيقات في الرعاية الصحية، أول حاجة إنشاء الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية الأخرى. تستخدم الطباعة الثلاثية للأبعاد في الطب لإنشاء أطراف صناعية وأجهزة طبية أخرى زي دعامات العظام والأسطرة والصمامات القلبية، وتوفر هذه الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية بديلا أفضل للأطراف الصناعية التقليدية، حيث أنها أكثر راحة وطبيعية وفعالية. أحد أبرز تطبيقات الطباعة الثلاثية الأبعاد في الطب يكمن في تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية. هذه التقنية الثورية قد غيرت بشكل جذري كيفية تصميم وإنتاج الأطراف البديلة، موفرة حلولا مخصصة تلبي احتياجات كل مريض على نحو دقيق. باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد يمكن إنتاج أطراف صناعية تتميز بالخفة والمتانة وتتناسب تماما مع تشريح جسم المريض، مما يحسن من الراحة والوظيفية. بالإضافة إلى ذلك، بتمتد فائدة هذه التكنولوجيا لإنتاج أجهزة طبية معقدة زي الدعامات القلبية والصمامات وحتى الأجهزة المستخدمة في عمليات الجراحة التقويمية والترميمية. التخصيص العالي الذي توفره الطباعة الثلاثية الأبعاد يعني أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون مصممة بشكل يتوافق بشكل كامل مع الاحتياجات الفردية لكل مريض، مما يقلل من المخاطر ويحسن من نتائج العلاج. القدرة على إنتاج هذه الأجهزة بسرعة وكفاءة ليس فقط يسرع من وتيرة الرعاية الطبية، ولكن يفتح أيضا الباب أمام ابتكارات جديدة في تصميم وتطوير الحلول الطبية، مما يؤكد على دور الطباعة الثلاثية الأبعاد كمحرك رئيسي للتقدم في مجال الرعاية الصحية. نمرة 2، طباعة الأدوية وعلاج الأمراض. الموضوع ده غريب شوية هنقول تفصيله. بتستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد في الطب أيضا لطباعة الأدوية وعلاج الأمراض. على سبيل المثال، ممكن استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد لإنشاء أدوية متخصصة للمرضى
الافراد. كما يمكن استخدام الانشاء ادويه مضاده للسرطان تستهدف الخلايا السرطانيه بشكل خاص. من ابرز الامثله على ذلك تطوير اقراص دوائيه مطبوعه ثلاثيه تحتوي على عده ادويه بنسب محدده، مما يسهل على المرضى تناول عده ادويه فرص واحد. كما تسمح هذه التقنيه بانتاج اشكال واحجام مختلفه للاقراص، مما يمكن ان يحسن من قابليه البلع والامتصاص في الجسم. علاوه على ذلك بتتيح الطباعه الثلاثيه الابعاد فرصه لانشاء تركيبات دوائيه جديده قد لا تكون ممكنه باستخدام الطرق التقليديه. هذا التقدم في طباعه الادويه بيفتح الباب امام علاجات اكثر فعاليه وتخصصا، مما يمكن ان يحسن بشكل كبير نتائج العلاج ويقلل الاثار الجانبيه. بالاضافه لذلك يمكن ان يكون له تاثير كبير لتسريع عمليه تطوير الادويه وتخفيض تكاليفها، مما يجعل العلاجات المتقدمه اكثر تطورا وتوفرا وقابليه للوصول لعدد اكبر من المرضى حوالين العالم. طيب هنتكلم بقى المره الجايه على الابحاث والتطورات الجديده. مع السلامه.